الناس اللي كيبيعوا الله يحسن العوان بعدا. المهم كيطلبوهم عند الناس، ملي الناس كتصدق بهذاك اللحم كيهزوه كيدوه كيحطوه في الشانطي. جيت لنا واحد ديال درب ميله كيبداو يبيعوا فيه الكوال العرام، ماشي حتى الكوالا العرام، اللحم مخلط مع اللحم، كتولي يعني فقد داك الطراوه ديالو، لان ما كيكونش في الثلاجه ولا شي حاجه، كيجيو كيبداو يجمعوك كيعطي، يعني غادي يولي مضر للصحه ديال الانسان. فهذوك الناس اللي كيمشيو يشريو، انا بعدا كتجيني شويه ماشي طيحه وزايد من غير طيحه، غادي تاخذ واحد اللحم اللي هو تلوث من بعد طلبوا اليوم وغدا عاد هو غادي يحطو ينشرو، يعني انت غتدي النهار الثالث ولا النهار الرابع واش غادي تاكل اخويا. وزايد كيجيو عاوتاني شي بيع او شرايا، راكم عارفينهم صحاب الصوصات صحاب الطوابل، حتى هما يا كيتقداو، كاين عطحان ولو حسبه حمراء ودور المصران وعطاو ديال الثلاجه وعطي لعباد الله. ودي زعما بحال هاد المسائل لا داعي صراحه، بنادم اللي بغى يصدق ولا حتى يصدق يعطي فلوس ولا يعطي اللحم، اللحم راه غادي يقدر يعطيه لواحد غادي يضر به واحد اخر، واحد اخر غيجي يشري انا عطيته صدقه، هو غيهزو غيدي يبيعو ها هو ضر به واحد اخر، اذا ما بقاش صدقه ولا ما ضر هذا. اللحم اللي كيتباع في الزنقه الناس كتعطي صدقه، واني هما ماشي ما خصهاش يبقاو هاد الناس يعطيو لهاد اللحم الصدقه، هما النيه ديالهم حسنه، واني بالنسبه اللي كيستغلوا هاد الفرصات كيعاودوا يبيعوا فيه كيتجروا فيه كيعاودوا يبيعوا فيه، وحنا كنمشيو عند مال الماكله كناكلو هما اللي كيشريو، بحال داك الشيء ديال الخبز ديال الرحمه، بحال الخبز اللي كيعطيو كيجمعوا كيبيعوا مال الكاسكروطه هما القهاوي دوك اللي كيديروا القوام دوك اللي كيديروا في المحطات دوك الكراس وداك الشيء كيشريو عندهم اللحم وكيبيعوه، وحنا كنقلوا المضره، حنا اللي كنضروا ماشي هما اللي كيضروا. هما راه باغيين رخي كيلو ديال اللحم داير 2400 2600 كيبيعوه لهم ب 40 درهم و 50 درهم، هو باغي يشد الفلوس فهمتيني دابا، هو باغي يشد الفلوس وحنا كنضروا. هاد اللحمه هو شحال هو دابا عاطينهم ليه، هما اللي جابدينو من فريكو حاطينو في الشمس باعو ليهم، الاخر اللي داه حتى هو ما عرفتش عنده كاع فريكو ولا ما عرفتش شنو عنده كاع ما عنده حتى هو حاطو الغد اللي كيطيب فيه كيبيعو للمواطنين. المواطنين المساكن فيهم الجوع كيمشيو للمحطات كيمشيو لبلايص اخرين وكيحطوه كيبيعوا بحال داكشي ديال السوسيط وبحال داكشي ديال اللحام وداكشي، فاحنا اللي كياكل هو اللي كيضر، ما هو راه رابح ما عندوش غرض.